مع زيادة أعداد السكان في سيئون بشكل كبير بفعل وصول النازحين، تأتي التحديات الجديدة التي تواجهها خدمة النظافة في المدينة إلى الواجهة. فجبال القمامات هذه منبع لتوالد البعوض والحشرات الناقلة للأمراض في مخيمات النازحين، ما يزيد من حاجة المدينة إلى تعزيز عمال النظافة بالقوى العاملة وتوفير الموارد اللازمة لتلبية الطلب المتزايد. أناشد كل الجهات المعنية في مجال النظافة والمحافظة على صحة الإنسان وعدم توالد البعوض والحشرات الناقلة للأمراض. أدعو كل هذه الجهات المعنية بأن تساهم وتشارك معنا في مثل هذه الحملات، سواء كان في هذا المخيم أو في المخيمات الأخرى في مدينة سيئون. يعلم الجميع طبعا أعداد كبيرة نزحت إلى مدينة سيئون ومدينة مرعي حضرموت. هذه الأعداد سببت ضغط كثير على الخدمات، ومن ضمنها خدمة تقديم النظافة. تعد خدمة النظافة أمرا حيويا للحفاظ على صحة السكان وحماية البيئة في أي مجتمع، ومن المسؤولية والواجب الوطني تعكس التزام السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية بالحفاظ على البيئة وتوفير ظروف صحية آمنة للمجتمعات المحلية والنازحين بإزالة القمامات والأوساخ في المخيمات، ما يحقق بيئة نظيفة وصحية للسكان. هذه الحملة تحت شعار صفر نفايات في المخيمات تهدف إلى إزالة جميع القمايم في المخيمات داخل سيئون عامة، لأنه بشكل عام ترى يعني تكدس القمامة مرض يعني للأطفال وكمان لأهل المنطقة بشكل عام. هذه الحملة المسمى صفر نفايات فرصة لإعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة وتعزيز الصحة العامة في مخيمات النازحين، والتي من المأمول أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التخلص من النفايات بشكل صحيح والمحافظة على النظافة العامة.